رجعنا لكم من جديد أكيد ومكملين معكم بحلقة اليوم من مطبخ رؤية، واللي هي حلقة جداً مميزة برعاية كارفور أكيد. واليوم الاستوديو مليان بمنتجات كارفور، ولكن هلأ صارت معنا بالاستوديو أخصائية التغذية الدكتورة ربا مشربش. صباح الخير آية، شو أخبارك؟ كيفك أنت؟ بحب ربا هيك كل مرة بتيجي بلك جديد وهيك حبيبتي لمسات خاصة. كيفك شو أخبارك؟ كيفك أنت؟ تمام الحمد لله، نورتينا بالمطبخ. أنا دكتورة نوري. تسلم. كله صحة يا دكتورة. حبيت الستو اليوم فكرة. كله مرتب يعني. كله مرتب. كله صحة. يعني الكوب يمكن 7-8 سعر بس. لا يا ريت. أكيد لا طبعا. طبعا أكيد. يا ريت هيك. بس لا فيها قيمة غذائية يعني، هاي الأكلات بحبوها حتى الصغار. صح. أي خنات مع رز الأولاد بحبوها بفضلوها طبعا. مزبوط. خاصة بالشتاء هلا. أكيد. أنت اليوم رح تحكي لنا عن الجزر واللي بالزبط. هو الشيف نضال مستخدمه، وأنا كمان رح أسألك عن منتجات كارفور اللي هي العضوية. صح. حتى تحكي لنا شو فائدة المنتجات العضوية علينا. طيب. بس بداية خلينا نحكي عن فوائد الجزر. هلا الجزر من الخضار المفيدة جدا ومظلومة يعني. في كتير ناس بقول لك بس يعمل رجيم أو حمية بقول لك لا بدون جزر. أو الجزر فيه سكر، وهذا خاطئ المعتقد. بالعكس إحنا بالحمية بنقدر ناكل جزر لأنه غني بفوائد كتير كبيرة. أوكي. هلا حبة الجزر الوسط تقريبا فيها 20 سعرة حرارية. أوكي. تمام. وفيها فقط 20 سعرة حرارية وفيها ألياف تقريبا متوصل ل 2 جرام ألياف. الجزر من الخضار الغني جدا بالفوائد. في عندنا أهم شيء بيميز الجزر لأنه لونه البرتقاني اللي هو البيتا كاروتين. البيتا كاروتين من المواد المضادة للأكسدة اللي لها فوائد كتير. يعني بنعرف إحنا الجزر مرتبط بصحة العين. أوكي. لأنه نقص، إذا صار عندنا ناس عندهم نقص بفيتامين A بيصير عندهم المشكلة الصحية بنسميها النايت بلايندنس اللي ببطلوا يشوفوا بالليل. فعشان هيك مرتبط الجزر بالنظر. يعني بأول النظر هو هي نحكيها بأول نظر، ولكن هو نقص الفيتامين A بيأثر على مشكلة العينين. فهي هاي القصة. في عنا البيتا كاروتين. البيتا كاروتين في ناس بس بيعرفوا إنه له علاقة بالنظر، إنه دخل بالمناعة، ولكن في كتير دراسات انعملت عن علاقة البيتا كاروتين اللي هو المصدر النباتي لفيتامين A والوقاية من عدة أنواع من السرطانات. أوكي. زي سرطان القولون، البروستات وغيرها. والله. فعشان هيك عم نحكي إحنا الجزر بنقدر نتناوله. حتى بالنسبة لنسبة السكريات الموجودة ما بتخوف، مش زي ما الواحد يأكل حلويات. صح. أكيد. إحنا بالخضار بنقدر ندخل بالحمية بنقدر ندخل الجزر ضمن الخضار اللي موجودة إحنا، وأصلاً بيعطي شعور بالشبع لأنه يعني غني جداً بالألياف. أوكي. غير الفيتامين A في عنا نسبة من البوتاسيوم، مفيد جداً للأشخاص اللي عندهم مرضى قلب وارتفاع في ضغط الدم. وغني جداً بمادة مضادة للأكسدة بنسميها لوتينين، وهي المادة اللي بتحمي من مشاكل ضعف النظر على كبر. عشان هيك كمان الجزر مرتبط بالنظر. في احنا على كبر بيصير في عنا امراض بتأثر على العينين وبتعمل ضعف بالنظر على كبر بتصير. أوكي. فدايما الاشخاص اللي بتناولوا الخضار والفواكه الغنية بهالمادة المضادة للأكسدة بيصير في عنا وقاية لهاي الامراض. حلو. وفي عنا نسبة من فيتامين سي، وفي الجزر الأحمر. لسه بدي أسألك عمرك أطول من عمرك. لسه بدي أحكي عقلنا على بعض. الجزر الأحمر بتحبيه؟ بيعملوه محشي يعني. زاكي بس هل نفس الفوائد؟ أوكي. هلا اللي بتميز الجزر الأحمر عن الجزر البرتقالي اللي هو فيه مادة الأنثوسيانين اللي هي موجودة بأي إشي لونه بنفسجي زي الموجودة بالشمندر. بالشمندر هاي لها وقاية جدا من أنواع من السرطانات، وبرضه وقاية من كتير من أمراض القلب. أوكي. فهذا اللي بيميز وشكله حلو الجزر الأحمر. هلا هم الجزر مثلا لما تيجي تقارنيه بالخيار أكيد في نسبة سكريات طبعا الفركتوز الموجود بالخضار والفواكه، بس هذا السكر ما بيخوف يعني. الناس عندهم خوف زيادة من الجزر. يعني عادي أنت إذا أكلتي 3 جزرات ما متوصلي 60 سعرة 70 سعرة، ويعتبر كسعرات كتير قليلة. مزبوط. وبالشبع فأنت أو حاطة خضرة مقطعة بالمكتب بدك تاكلي سناك، حطيت خيار فليفلة جزر عشان ما تحرم جسمك من هالفوائد الغذائية اللي كتير كبيرة. بضل يعني بالآخر شيء مفيد خضرة يعني، مش إنه لأنه طعمه حلو أخاف إنه بنصح أو بس. كتير ناس هيك يعني بقول لك خلص بدون جزر. هلا في حميات تتطلب إنه ما يدخلوا خضار عالي بالسكريات لأنها هي الحمية مبدأها بتكون مثلا قليلة جدا بالنشويات، زي حميات مثلا الكيتو وغيرها.
هذاك لهدف هذيك الحميه، لهدف معين. بس اذا شخص عم بيعمل حميه فقط لتقليل السعرات الحراريه ونزول الوزن، عادي بيقدر ياكل جزر. طب شو رايك بالمنتجات العضويه تاعت كارفور؟ هلا الاورجانيك طبعا فود بتميز عن العادي، لانه عاده الزراعه بمنتجات اورجانيك ما بنستخدم فيها مبيدات حشريه، ما بنستخدم فيها اي مواد، فعشان هيك بيساعد الاشخاص انه ياخذوا مواد اكثر صحه. ففي كثير مواد، في كثير شو اسمه منتجات اورجانيك زي حبوب افطار مرات بنلاقي، حليب اورجانيك بكون البقر مثلا ماخذين منه الحليب مش ماخذ انتي بايوتكس، بيهتموا بتغذيته عشان ياثر على المواد والحليب اللي بيطلع منه. يعني دائما يفضل اذا بدنا نستهلك شيء يكون اورجانيك قدر المستطاع. اذا قدر كان قدر المستطاع مش أكيد. غلط طبعا اكيد. شكرا كثير لك ربا على هالمعلومات الرائعه، دائما بتنورينا بمطبخ رؤيا.